نمشيو تيوصل حدا. Ya sabes.
vois Jean. Oui. Corak, corak, corak.
Quack. Pizza. You. Wow, professional. شنو قال؟ قال لها من هز انا هادي كنت عطيني الكره. Thank you for that spontaneous applause, people. Okay, here we go. Kora. Kora. Don't throw it in my hand. Kora. Hurry up. Don't throw it in my hand. Last one. Kora. No. خذيها. Come on, everybody, make some noise for the girl. Get out. And now, everybody with me, clap. My name is Mr. Pizza. I come all the way from Spain. And it's a pleasure to be here in Paris with all of you. I love the outfit. I'm going to be here for the next 7 days. Please tell everybody what you see. There are your friends, there are your neighbors, there are your family. Come and see the show. Thank you very much, everybody. I wish you a beautiful night. I wish you a beautiful life. Thank you. Thank you. Welcome. بعدين يعني شكون اللي ربح؟ ارجنتين. سبعه ربحت ارجنتين. لا كره يد غير هذا ضيعوا فرنسا. اذا شكون اللي ربح؟ ارجنتين. صافي البنات كنت بديت معكم لا فيديو. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا لا فيديو هذا اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد وفلوق جديد. شو كيف بديتوا معكم اختي؟ داكشي متغير ماشي كيف ماما اللي فين. شوفوا البنات هاد الجرده كي داير. واو هاد الجرده واعره انا دابا حبيبه كنصور فيديو يوتيوب. واعر نقص. واو واعر. شوف النافوره بالالوان بعد ربي هاد الضوء عمي كتبان. هنا البنات دابا راه الليل مكيبانش مزيان. شوف انا خدمت الفلاش وهكاك باقي ناقص، ولكن راه واعر. شوف هاد الشكل اللي بحال الفراشه واعر. شوف هاد راه كيهبط فيها الماء مكيتبانش. واعر هنايا البنات. البنات اللي غادي يسولوا على هاد البلاصه راه سميتها الليوان. اوكي كاينه في الهمله، الدخله ديال الهمله، الدخله ديال المزارع. واعر عرفتي فيها مطاعم وكافيهات راقين واعرين بزاف. شوفوا هاد النافوره كي دايره خطيره البنات. عرفتي اللي باغي نجي ليها واعر وخصوصا هاد الايام. هادو اللي صورت لكم في الاول راك شفتو قال لكم 7 ايام غادي يبقى 7 ايام. هما دايرين هاد الفعاليات بمناسبه يمكن العيد الوطني ولا ما عرفتش. داير لكم هنايا فين تجلسوا بالنسبه اللي ما باغيش يجلس في لي كافي وداكشي. شفتو واعر داكشي.
واش فيك؟ كدرك سنانك؟ ماشي مشكل. فين كنتوم؟ فين اول المحل اللي بغات تمشي ليه؟ المحل اللي بغيت تمشي ليه هكا. يلا دوزو دختو. لا راه هكا جينا من هنا من هذا القنت. اذا هكا يلا زيد كنقلب على واحد المحل زوين. عرفتي دابا شنو داروا؟ راه داروا قايه ديك الموسيقى اللي هنايا دابا من ديك البلاصه اللي قاعده فيها الموسيقى داروها هنا. شتي ديك البلاصه بحال سوفيتيل تما. دابا راه خدموا ملي سالا هذاك خدموا هذاك. صراحه واعر داك الشيء اختي. لاكلاس لاكلاس لاكلاس. المهرج كيخلع. المهرج مفروض انه يضحك. حيت كانت ساهية وخلعها. خليت لك اختي البسباس والخرشف. هذا هو اللي بغيتي؟ هذا المحل هذا فيه الالعاب؟ لا هذا فيه الالعاب اختي. واعر 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 بزاف هنايا. والكال مابقاش اختي داكشي ديال خبيش. الهضره تاع يعني اكيد صحيحه ما يحتاج ليها اي تسكيك. ليش انك اقول بس الصح؟ لا هكاك بغيت ندير لك تما الفناتيك والله حتى حاجه فيك. سمعتوا؟ ما قال والو اختي. هذا ضربه غير فين دختو؟ هو راه كاين على هو الشوكه برا. انت اختي العاب لك نخشي واقيلا تشد قلنف ولكني عادي ما فيها والو. ان الواحد مره في شحال يجي يدوز وقيتها يستانس ما فيها شيء. زيد اخويا قول لينا شي حاجه. اشنو؟ عطينا شي راي ديالك في هادشي اللي شفتي هنايا. هنايا هنايا الله الا وار. ماشي والله تا وي الله الا وار. الله الا وار. زيد شي حاجه اخرى وباقي الاشياء. فين هو المحل كنتوم؟ الاشياء هذاك المهرج المهرج هذاك كان كاع بك يخلع ولكن كان كيخوف بعض الناس ما بغيتش يقول اخر المايو ما نديرش شهره. اوكي زيد انني بعدين ياسمين ترى احنا كنصوروا فيديو. اوكي اكيد طلعوني طلعناك مع المهرج ملي خوفك عندي هكا المهرج هموت هموت خوفك صافي. تحطها تما. كاين تما فين؟ كاين وفين هو المحل دابا؟ نمشيو حنا على رجلينا وبقى المهرج تعاملنا انا وياه بحال الصحاب. درت انا وياه هكا ايه الكذاب راه كلشي عندنا في الفيديو. لا انت إيه كنت كتصوري هذاك تاع باتمان ما عرفتش هذاك. لا صورت كلشي انا. لا لما ما كنتش كاين لما مشيت من عندكم. قبل ما نجيو حنا. اوكي حيت انا ما شفتكش. ما قلتش انا كنقول غير الصح لا اكذب انا اللي شفته كنقول. الارجنتين خدات كاس العالم والله. يلا مبروك لي منتخب الارجنتين. يلا كل توقعات الناس صحيحه. يلا شكون اللي توقعت ان الارجنتين هي اللي غادي تاخذ الكاس؟ درنا اختي في الكومنتات النصابين. لا صافي صافي داكشي ديال السياسه خويا خليه. فيفا مافيا فيفا مافيا. اسكت خلاص داكشي ديال السياسه خليه لك. شكلها غادي واش هو هذا المحل؟ شيختي
بدا ما نبداو نغوتو عاوتاني. حنا فين مشينا نغوتو دانوب. اوكي هو ياك اوه تشكوس خصني نستقبل بالورد بعد بالكريسماس نستقبل بالشوكليت ورد حق الهدايا. واو شحال دينارين و 200 نتوما يلا بديتو بالشوبينغ يعني حتى ما صورتوش العربه. هاي صورت العربه في الدخله. اوه نايس حق الهدايا شوفوا ديال الشكلات واعر هنايا البنات. هو صراحة هنا كشي غالي ولكن شي حوايج كتلقايهم عندهم رخاص. وات سبايسي ولا عادي؟ اوكي بس يلا عجبتها مشكورة حبيبتي يلا زيد بس خلاص بس قلت لك خاصنا ضروري نمشيو نغوتو هذيك دايره دعايه للدجاج ناقد ديال الدجاج هو عجب الحال ماشي غير طاق ولا كياكل شبع. هانتوما شفت برينا فيه في الباب باقي كاع ما درنا حتى الدوره الاولى. شوف البلاصه ديال الفريزر. ها فين هو داكشي ديال الفريزر الشيء اللي مجمد؟ داكشي ديال الحوت بوحديتو باش ما تخرجش الريحه في اللحم وداكشي. هاد الدجاج فريش دينار و 600 تلمية. شحال كتاخذوا الفريش؟ اخي برا في الحلي ديال العيار دينار 290 زوينه والله تهز. شحال فيها كيلو؟ 900. هذه الحلوة خطيرة خاصة بالمغرب. صح فين هي الحلوة؟ شوفوا خم جوج الله يتواعر. هذا شنو هذا؟ هذاك اري نمشى تا هو ديال الماكينة الاوتوماتيك. كلوروكس هي احسن احسن وحده. فين الحلوه ديال الصابلي؟ بغيت نشوف واش عندهم داك. نشوف على هذا الشيء اللي هنا. ها اللي بغينا ديك النهار ما لقيناه. هادي ولكن هنا رخيصه في خبرك بصح ولي لقيناها جوج بدينار 5 دربيات الوحده غاليه. هذيك هي اللي شديناها كرواسون رخيصه. ويلي في الاسر لقينا جوج بدينار جوج حبات والله. ملي ملي الدراري كيما مشاو يغوتوا. ايوا كاين الحلوه بحال الصابلي. داري كون رجع ل والله الا اللي باغي يجي ياخد هاهم. خمسة دينار الكيلو تاخذو مشكل. 4 دينار و 900 هاد لي الحلوه مشكل. هانتوما الكيلو. هانتي شوفي اختي والله يتواعر
تقول شي كلمه ماشي هذيك. حمر معروفه علينا ها واعره والله. تاخدي بلاطو كفي كيلو هذه ديال الصبيعات اللي قلتي لي هذيك النهار كنديروا في المغرب ديال الصبيعات بالشوكولا. هذه بحال الشكل ديال الصابلي المهم يعني داكشي. ها هي هذه الشوكولا والله الا 5 دينار واعره كيلو يا اختي تشري بلاصه تاخذي في الفريكو بحال ديك النهار قلتي بغيتي حلوه كيلو يا اختي هذه بصح يلا راه ما تحتفل حلوه. اربع بيات هادو دوك الصغيور ندير لهم هاجم نشوف الكيك. شوف كيك باربع دينار شكلهم ماما غادي يجيبوه لي في عيد ميلادي. لا غيجيبوها لك في عيد حيد. عيد ميلادو في شهر 4 وقال لك ماما وبابا غيجيبو لي في عيد ميلاد. شفتو هادي 395 كيس واعر والله حتى واعر لينا البنات. كيك ماعن ديال القطط ساندويتشز شوكولات هادي كارميل هادي يمكن هنينا ما بغيتش هادي كارميل هادي شوكولات وهادي يمكن فاني. هاد الباقي عاد فاتحين جديد شوفوا بلاصه الماعن. حنا اختارنا نمشيو خاصنا نقلبوا على الماعن شوفوا هاد واعرين البنات. شوفوا الصنداله ب 8 دينار و 900 قولوا 9 دينار غاليه. شفتوا شويه تمختي اللي باغي شويه لكني ما عندهمش يديهم شفتوا شي مصورين فيهم الكيكه. اويلي عليا انا شويه قال ليك هادي البنات راه كتحطوا عليها الكيك تحطوا عليها الكوكيز اويلي عليا ما تديوش عليا البنات. شوفوا هادو هادو البنات مع العيد الوطني غتمشي ما غتمشيو غتلقاو هاد الرايات اي مكان تلاقون في شوف هذا دايرين له عرض هاد لي بياس كاملين ب 19 دينار 900 يعني يقولوا 20 دينار تقريبا 500 درهم مغربي. هاشوار ولكن هادشي البنات راه الا خديتي حاجه راه حاجه نيت يعني راه كاليتي واخا تقولي غالي راه كاليتي زوينه اتقم. شوفوا هاد واعرين البنات شوفوا هاد وثقال ما قدرتش نهزهم ديال بريطا ولد الشينويه فين الزرق فين هاد مزخرط فين هاد ترنك كلهم الزرابي شي واعر ولكن يا اختي غالي. شوف 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 47 دينار شوفوا هادشي صافي يلا شوف اختي شوف الديكورات لقيتي الشعرية اللي بغيتي يلا سير حبك
نهار سقلت مع اول مره نجي لي كنكتشف قيتيها زوين شتي شحال 10 دينار ليها البنات هنا اللي كياخذوا الحليب الدراري الصغار هادي شوفي شحال فيها 2 كيلو ونص ب 6 دينار ونص زوين فين هي الشعيريه عندهم داكشي ديال لي بات زوين هادي اللي بغيتي هاد عادي ناخذو بالكميه اللي كيبقى شحال مالكي هذيك دار لي قال لي ارجنتينا قلت له ميسي مين شكون هو هذا واحد داير هكا قناع ميسي مين عندما تشي ديال المعجنات رخيص صافي خديتي عاديك وهذيك هذيك اللي قلتي وهذيك اللي قلتي بحال البابيه ولكني ماركه زوينه هادي 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 تمنميت فلس وخديت هذيك النهار ربيتي صح ونفس هاد الكميه نفسها صحتها اختي ديرينا ربيتي ربيتي ونص شوفي ما برد لقيت الكسكسو حنا المغاربه فيما مشينا كنموتو على الكسكسو هاك نور شحال كتاخدي الباكيه ديري لها دينارين ونص هانتوما اختي هانتوما صراحه داكشي غالي شويه مي قالك كانتي زوينه انا عمري ما خديت منه شي حاجه شي ديال الطون يلي اخوان كل انواع الانواع كاين في الحياه هذا مالهم كاين هنا كاين يلا اي واحد اي نوعيه مفضله عندك مفضل عندي صافي حطها حطها هكا الخضار واي نوعيه بغيتي تجرب نفسك انك تجربها اشوف حرة ولكن هادي ما حراش اي سبايسي يعني مكتبينها سبايسي انتي كتبغي داك الحارة الحلوة اي هي هادي نشوف احسن رميت انا هاد القرعة اه هي هادي ولكن هادي كتبين فيها صلصة الفلفل الحلو غير حلو ماشي حارة حلو وانتم راه كتاخذوا حارة حلوة شي كلشي غير حلو الدجاج حيد محمد يلاه اجي اسمي صافي يلاه نشوف بلا ما يتجلى واحد على الاخر نبداو نقلبوا عاوتاني شي فريش صوصيس كفته كلاوي شوف هادشي متبل معرفتش كيبان لكم ولا معضو هاد البنات مسلوقين ولا مسلوخين ولا كيف هادي كفته متبله شحال دايرين عرض دايرين لك دينار 390 ايه وهادشي بالعرض وهادشي بالعرض خديتيها دابا دينار 260 وهادي علاش دايره لي هادي دينار 230 شحال فيها في 24 وهذيك شحال فيها 4 في 6 32 اه هذيك مقتصد اكثر اه 4 4 كل وحده فيها 6 الحبات 6 في 4 في 6 24 24 هي هي نفسها ايوا خوتي هذه راه 30 في 6 هي هذيك ردي الاخرى
24 حبه زيدي 30 فلس 30 فلس ردي اختار 30 فلس دابا 30 على 30 والله يعني اللي ما غيحقش بحال هكاك راه هكا باش كيمشيو لك الفلاليس ولا بصح لي غايقول لك بحال هكا كتحاسبي شوفي هنا شوفي هنا كلشوم شوفي هنا الصوصات بحال اللي كترمي بها الدجاج هي هادي ولا هادي الصويا هادي وهي اللي الصويا الصوصات هذا هو المجمد اللي قلتي واش هو اللي دير نارو 400 البنات هادي كيكون في داك الشيء مشكل ديال فواكه البحر تاع الكريفيت السلمون الكالامار داك الشيء مشكل شفتي في الكريفيت قداش خدي الفريز مجمد الا كان رخيص لا هو 480 فلس شحال من غرام كاين شوفي جولد اليكس فين هو اليكس هو هذاك لا هذاك سيره هذاك راه دينار و 300 هو يلاه هذا هو لي 480 شحال فيها فيها 400 غرام راه كاين مرخص والله هذاك اللي كيكون ربع انا اللي خديت ما عقلتش كنت خديتها في رامز خديت راه شوفي سلمى فيه انواع هذا هو اللي قلت لك هذا هو اللي قلت لك اللي خدات اللي خدينا خدات سيهان ديك الماء لا خدينا هذا سيري شوفي الثمن والله تمشي نشوفه دفعته يلا دفعه نمشي نشوف هذا البنات كنا خديناه فواحد المطعم ما كناش هذه بوحدها دايره 600 فلس ما عادش هاد الشي كنا خديناها في واحد المطعم دابا هنا دايره 600 فلس تما كرا ما عاد دايره شي دينار ولا دينار ونص ولا دينارين ما عرفت حيت كان مطعم راقي وفيه داكشي غالي سمعتي قلتهم 600 فلس غير هنا اما تما يبيعوك بدينارين ولا ما عرفت شوكليطه ايوا لان هذا زوين هذا مريح بس الصباط مريح اجي شوفي انت اكلتهم لي شنو بغيتي نجيب لك في الكادو هذا راه ديال الشوكولات راه الشوكولات شوفي هادو صديقات سميت حليهم تلقاي فيهم هادشي كله شوفي ارنب هذا بحال الشكل ديال الباكي ديال الكارو هو الشوكولات عندي شوفي صباط طالون هذا اللي عجبني الصراحه ما بغينا لا زباق لا والو بغينا كحل عادي الرنوبه هذا سلحفات سلحفات هذا الديكاد واعر علاش اختي ما يجيبوه لي كادو ما كاينش اختي اللي غيجيبو شري راسك واعتبري راسك عطيتي راسك كادو شوفي هذا الشيء شوفي هذا الجاكيت حطيه حدا راسك في الليل انا صايمو في كل قنونه نعس شوف نورتونا عساه منزل عامر شوفي هذا بالمطرقه اش تقيد دقي ما عرفتكش ما عرفتش اختي اش داكشي هي هذه الورود تاع الاورد انا راه تلفت ليا اللغه العربيه هذا الشيء فريش والله الا فريش ماشي فريز زعما ماشي ديال البلاستيك والله الا هذا الشيء ديال بصح انا كنسحب عليه بلاستيك زعما دائم هذا بلاستيك هذا بصح شوف هذا بصح 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 هذا اللي لا ما فيه هذا الشيء بيض صافي يلا زيدوا صافي زيدوا صافي
واو شو البلاصه كيفاش دايره الدنيا عامره شو كيجيو هنا غير العائلات داكشي اييه كلامها صحيح بالطبع انا كارك المهمه لانها صافي بلا تقول شي كلمه ماشي هي هذيك صافي غير سير لان كل الكلام اللي كيقولوا مش غير صحيح ولو انني هضرتي ماشي صحيحه ولكنني راه كلشي كيشوف بعيني يعني ما غيحتاج انني نكتب او نحتاج انني نوصف هادي قلت لها قلت لها هادي شكلك اول مره كتعرفينا ايوه شري عشان انت تعبانه ايوا صافي اختي عشان انت تعبانه الشيء اللي كاين وتشوفوا في فيديو اخر ان شاء الله ان شاء الله ما تنساوش ابوني وكومونتير وجيم يلا باي البنات هنا حتى سديت معكم لا فيديو ومن بديت هكا كندير في المونتاج ونلقى راسي راني نمسى ورب يعني بزاف ديال الحوايج ونسيت بلي انني مصوره مع العلم ان مره في نفس النهار باش تعرفوا التلفه ها انتم شوفوا هنا كنا مشينا للاسره واحد المجمع ديال الاسره ودخلنا ليه ولقيناهم حاطين هذا الشيء ديال البنات هذا الكومير هذا راه واعر واعر بحال ديال المغرب بالنسبه للبنات اللي مشاهيه الكومير ديال المغرب ماشي هذا السمر هذا في داك الزرار على اخر داك البيض بحال ديال المغرب عرفتي مفشفش واعر بزاف هادو داك سينابسون شكون اللي كيعرف من البنات شكون اللي ضايقهم انا راه كندخل ونخرج في الهضره وهنايا لقيناهم حاطين داك هذا لي شناك وكرواسات وداك الشيء عرفتي تخيلوا كرواسه البنات اللي كدير عندنا حنايا جوج دراهم درهم ونص ثلاثه دراهم كاع الا غلات هنايا البنات دايرين جوج حبات بحال هكا نتوما كيف ما كتشوفوا حاطين لكم جوج حبات بدينار يعني 25 درهم جوج حبات ما هذا يا هذا هادو البنات دايرين دوك لي كيك ديال العيد الوطني دايرين دوك لي كيك الاخرين عاديين قلت لكم كنا دزنا ولقينا حاطين التخربيقات ديال الكريسماس ديال راس العام فهمتوا وانا قلت والله نشارك معكم معلومات يعني خارجه صوروا نحطهم للبنات هادو حاطين دوك الكاطو لي تشيز كيك حاطينهم صراحه زوينين وكاليتي زوينه وكيكونوا ديال نهارهم يعني هادو راه ماشي بايتين في الثلاجه ولا شي حاجه هادو فريش البنات هادي تشيز كيك بالفريز هادو لي ماكارون البنات معدلين شي 8 الحبات بتقريبا 3 دينار هادي حلوه تقريبا مغربيه تقريبا هي راه ماشي مغربيه ولكني تقليد صافي حاطين الكيك ديال لوتوس ديال الكراميل ديال الشوكولا ديال الفاني المهم داكشي مخلط هادو البنات ديال العيد الوطني انتما كيف ما شفتو معلومه الرايه ديال البحرين حيت كان العيد الوطني دابا هادي ديال لي فخوي مشكلين هادو داك اللحم عادي اللحم هذا راه فخاش حتى هويا ماشي ديال الفريغو هادو حاطين داك ديال البابا سانتا داك بابا نويل اللي كنقولو حنايا في المغرب نقول بابا نويل دايرهم زوين هنايا حاطين داك الباندا بصراحه زويونين بحال هكا الدراري هنا البنات كان جا عندنا ولد صاحبتي راه هو داير غادي قدامنا كان جا عندنا ويقول لنا اجو تشوفوا قلنا ليش غنشوفوا قلنا تكون مدابه البابا غادا يبان ليا هادو نصوروا لكم قلت لك ويقولنا دابا اجيو صافي حنا نتبعو قلنا نمشي نشوفو شنو كاين قال زيد البنات نتوما تبعونا تشوفو شنو كاين اختي نتوما معايا والزمن طويل ها هو شي مشى راه مشى كيجري ما قدرش يصبر تنتبعو حنايا مع انا غدا بشويه يعني غدا بشويه كنصور هو صافي في الحماس مشى غتقولوا شنو هادشي اللي غيديكم يوريكم شتي هاد الباندا صغير ولي زويب ملي كيدير فيهم داك اللعيبات ديال بحال الجرس هكا زوينينكم كادو للوليدات الصغار ولا حتى الكبار عاد راه كلشي كيبغي لي شوكولا شفتو هادي راه ختو حتى هي كتقولنا زيد تشوفو
هما البنات كانوا جالسين هما في كافي وانا صاحبتي دخلنا. ملي جاو جلسوا في الكافي عطاوهم هاد لي كيك صغيورين هكا بمناسبه العيد الوطني كيعطيهم كاتشوي هكا الزوار ديالهم ويقولنا اجيو اجيو تشوفوا. وحنا البنات لا انا لا صاحبتي عندنا واحد القاعده يعني اللي خدا شي حاجه ولو تكون كيف ما كانت كنتقاسموها بيناتنا كيف ما كانت ولو تكون غير دغمه لواحد كنتقاسموها ضروري. راكم شفتوها جاي عندنا كيقولنا ضروري تجيو عندي. حنا راه ما شفناهمش يعني امكانهم انهم ياكلوها عادي ولكني قال لك لا تكونوا معانا صافي. ابخي ما جينا حتى حنايا جابوا لنا حتى حنا واحد ديالنا وحتى هي تقاسمنا. تخيلوا تقاسمنا الاولى وتقاسمنا حتى الثانيه صافي. ملي دقنا عندهم داك الكيك عجبنا وحنا نقولوا جايين نجلسوا عندهم نيت شويه ناس الصراحه هكا خدينا كافي. البنات هاد القليب ليكم كنموت عليكم وكنحماق عليكم الناس اللي كيبغيوني وكنبغيهم حتى انايا. قلت لك انايا حاط لينا داك البراون شوغر ووايت شوغر. انا اكيد كندير الوايت اش غندير انا بالبراون ندير سختي الريجيم صافي. بقيت كندير عرام ديال السكر عرفتي خويت اليوم هذيك وخسر فيها شويه صافي. البنات هذا هو الدخله ديال البلاصه اللي صورت لكم في الاول. راه هذه هي الدخله ديالها هانتوما غير تبعوا معايا وركزوا. هذه هي الدخله ديالها ديال الليوان اللي في الهماله. انا كنت مصوره الدخله وداك الشيء ونسيت عرفتي كثرت ما بقينا هكا كندورو كنشوفو هكذا نسيت انني راه مصوره صافي. ملي حليت الفيديو بقيت كنعطيكم ديك التحيه وهذا هو هذا مكمله ومن سالي داك ديك الدخله ديال داك البلاصه سديت الفلوق عادي كان شيئا لم يكن. ايوا صافي اختي هذه هي الدخله ديالها. هنايا حاطين في الباركات فيه وكلشي ولكن الباص اللي دزنا فيها كنلقاها عامره بلان. اول شيء كاين العيد الوطني ثاني شيء كاين اجازه يعني عندهم الويكاند وهم عندهم الويكاند ديال اللي ما كيخدموش فيه وعاد عطيناهم اجازه ديال العيد الوطني. هنا البنات كنقول لكم هاد البلاصه راه عامره بزاف. انا غادي نرجع ونصورها لكم. قلت لكم عامره بلان ودايرين في دوك الفعاليات 7 ايام البنات 7 ايام يعني دي وليداتك وسيروا تفرجوا. هذا يعني قديش انكم تجلسوا في شي كافيه ولا شي غيسط ولا هذا جلسوا ما قديتوش. راه شفتوا راه صورت لكم راه حاطين لكم ديك العيبات ديال الخشب جلسوا فيهم مرتاحوا. هذا جيبي معاكم شي حاجه كلوها راسكم ولا صافي سيروا. حنا البنات بعد ما راسنا كندوز عليه بحال هكا شي دابا هاد بحال هكا دوز عليه دايزين بالطوموبيل كندوزو لها بحال هكا كنمشيو كنضربو دور عليه كامل كنتخرطو الطوموبيل صافي وكنمشيو بحالاتنا. يعني ماشي ضروري انني نمشي نهبط لي غير واحد كيبغي كي بعض المرات النفسيه ديالنا كتكون محتاج انها تغير تشوف شي بلايص جداد يعني عينيك كتبغي انهم يشوفوا شي حاجه جديده فهمتوا. وملي كنا جينا اليوم باش نشوفوا في اول مره فاش يعني اول مره شي حاجه جديده عجبنا ولينا كل مره فين ما كنكم دايرين عليك الطريق كندوز مره كنهبطو نتمشى ومره ما كنهبطوش. اليوم قلنا نتمشى مازال انه بلينا عامر وكاينه اجازه يعني الصباح ما خدامين ما والو الدراري ما قارينش قلنا اجي ندخلو نشوفو شنو كاين ونتمشاو وناخدو ديك التخربيقات اللي خدينا في الاول ديال الفيديو. نبقى ندور نقول لكم الاول ديال الفيديو حيت داك الاول راه مرتبط بالاخر فهمتوا. ها نتوما شوفوا البنات شفتوا العامل ديال النظافه يعني راه الدنيا نقيه 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 بزاف. لي بوبيل فين ما درتي كاينين هاد العمال ديال النظافه فين ما درتي يعني واخا كاين البوبيل راه كاين شي وحدين اللي مساكين مرضين نفسيا ما كيحطوش البوبيل هي كتشوفها قدام وكيبغي يحطو في الارض كيدوروا هادو مساكين كيجمعوا الدنيا عسير بحال تقولي مصيقينها ماشي مشطبينها. والناس كلاس عرفتي كاين غير لي مارك الواعرين اديداس غوتشي نايكي لوي فيتون عرفتي داك الماركات الواعرين. ودابا بهاد المناسبه ديال راس العام والعيد الوطني وهذا دايرين تخفيضات راه كيف ما شفتوا 60%. هنا كنا دايزين ويبان لينا هاد المحل في داك اللعبيتيكات دوك داكشي كيبان كيوت وقلنا اجيو ندخلوا ليه. صافي خلاها رجل صاحبتي تدخل دار في ديك الدور وقلنا زيدوا الشراء ديال المراهقات لا ولكن حنا ضروري كنبغيو كندخلو نكتاشفو ولا هذا انا على الدخل ديال هذاك لي بارفان. وحنا معروف لينا اي بلاصه مشينا كنحطو فيها لي بارفان كنرشو كنشم هادي راه معروفه البنات ما كاين شي واحد اللي ما كيدير.
درنا هذا الفون دو تان جوج دينار ونص، ولكن هاد لي مارك ما صراحه انا بالنسبه لي عمري ما شفت هاد السميه ديالهم. هنايا ديك حاطين ديك الميني ديال ها ماشي صغير ونعشره في اليد ما كتشدش ليك، ولكن كيجيو زوينين بالنسبه لي ساك كتخشيهم فيهم. هنا راه باقي كندورو كنشمشمو انا وصحابي بجي وليداتها نشمشمو ونعاودو صافي. هنا راكم كيفما شفتو كاينين لي بري 5 دينار جوج ونص 3 4 المهم على حساب النوعيه ديال البارفان. وبالنسبه لي انا ما عجبونيش بزاف دوك لي بارفان، يعني ما جاونيش شي حاجه اللي واو، يعني ما هما سوكري ما هما فريش ما هما ما عرفتش فيهم شي روايح ما عرفتش. المهم بالنسبه لي انايا ما عجبونيش بزاف. انا حاطه هادشي ديال لي كونسيلر ديال لي كرايون ديال اي شادو المهم بزاف ديال التخربيقات حاطينهم صافي. انت ما كتشوف راه الدنيا عامره البنات بزاف، وهاد الوقيته راه كانت يمكن شي 9 ديال الليل وباقا الدنيا عامره. اصلا هما هنايا كيخرجوا غير في الليل، بالنهار راه كلشي ناعس، في الليل راه كلشي خارج ماشي بحالنا حنا في المغرب بالنهار اللي كيخرجوا الناس في الليل كتخافي شويه، هنا لا بالعكس. واخا هنايا ما كتخافي لا الليل والنهار، يعني راه الامن والامان، ولكن اغلب الشيء كيخرجوا بالليل. هادو لي ماسك ديال المراهقات بالنسبه لينا حنا، يعني قليل اللي كتلقى كياخذ بحال هاد لي ماسك بحال يعني كتاخذي ماسك عادي كتقي تحليه وكديري، وعاد دوك لي كولور شويه حنا معروفين حنا الالوان الغامقه الكحل الابيض شي حاجه لي سامبل، هادشي في داكشي الرسومات وهذا معروف للبنات. كاين دوك لي زيكوتور، كاين لي كاس، كاين دوك رينغ لايتس، كاين هذيك السيبور ديال التليفون لي بلا اضاءه، يعني كاين بزاف د التخربيقات وبزاف د الحوايج. هما شفتوما البنات هادو هما دوك السيبور لي بلا اضاءه، كاين دوك السيكان السيكان داكشي ما عرفتش نقصتو جينا داكشي بحال بلاستيك ما فهمتش فيه والو صافي. هنايا البنات هنا كاين دوك النتاف ديال الحجبان وداكشي ديال الضفار وداك ديك لي كترفع على الرموش. هنا كانت لك كنا دايزين ويبان لنا الدروج، قلنا راه اكيد غتكون فوق شي حاجه، وحنا قلنا نطلعوا نشوفوا اكتشاف اختي الاكتشاف معلوم، يعني ما تعرفي انك تكوني دايزه يعني تبان لك شي حاجه اللي غتعجبك وتبغي تاخديها عادي، يعني راه ما قلبتيش راه ما غاتجيش الحاجات اللي عندك تقول لك ها انا خوديني وصافي. هنايا طلعنا بالينا على الدخله، يعني مع الطلع مقابل مع الدروج كاين دوك المعالق وداك التخربيق ديالهم، هما كتباع الحبه ماشي السيت كامل فيه السته ديال الحبات ولا هذا، يعني كتاخدي الحبه انت في اللي بغيتي، يعني بالنسبه للشخص ما كيكون ساكن بوحديته راه تنفع ليه. وزوينين حتى في الديكور ديالهم، كاين هادو هاد القراعي ديال الماء ولا ديال العصير ولا الديتوكس، كل واحد شنو كيدير فيهم، ولكن داك بحال بالنسبه للرجال كيديروا داك الفيتامين اللي كيديو معاهم لاصال. كاين هاد الكيسان، كاين هادو لي لانش بوكس وطاسات وداك الشيء. هنا البنات تخيلوا السيت ديال الطاسه من الطاسات من الكبيره للصغيره فيهم يمكن مع شي 6 ديال الحبات اولا 7، قلت ليك ب 4 دينار يعني تقريبا 100 درهم. بصراحه انا هذه جاتني غاليه، وهادو دزنا عليهم كيعجبونا البنات، هادو كيعطيو واحد الريحه زوينه في الدار، وحتى الديكور كيجيو واعرين، كتحطيهم هكا في شي بلاطو ولا في شي دوك الصينيات البنات ديال الدجاج ولا هذا، كتحطي هادي كتحطي معاهم مبخره، كتحطي معاهم العود، كتحطي معاهم شي بارفان هكا تكون كيوت زوينه. ولكن كنا باغيين ناخذوهم صراحه، ولكن ملي شميت هكا الروائح ديالهم يعني ما عجبونيش بزاف شفتو. وعاد مازال فيهم دوك الالوان اللي يعني كيجيو يمكن في بيوت النعاس ولا ما عرفتش في التواليت، يعني بوغمو ما نحطش هكا في صالون هكا ديال الناس، زعما صالون ديال الناس ما شديوش عليا، زعما صالون هكا تقليدي ولا هذا ما يجينيش انا نحط فيه بحال هكا داكشي فيه الوريدات وهذا، كنبغي داكشي اللي كيكون سامبل سامبل بزاف فهمتو. وهادو ما عجبوناش بزاف، وحتى الريحه ديالهم ماشي شي حاجه راك شفتو انت ما كنشم وكنعاود ما عجبونيش بزاف. صافي قلت يلا بحالتنا حتى نلقاهم في شي بلاصه واحده اخرى، حتى
صافي هنا كنا غاديين يبانوا لنا هاد الصنيدلات بحال هكا ديري ليهم يمكن 3 دينار ونص هادو اللي فيهم سكراتش وهادو ديال البلاستيك بجوجهم دايرين 3 ونص وتا هاد التحتانيين هادو ديال اليونيكورن ديال كاملين يعني هاد الصنادل كاملين 3 ونص 3 ونص شحال هي بالمغربيه البنات تقريبا 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 3 ونص هي خدمه كنحسب معاك تقريبا واحد 80 درهم 90 درهم بحال هكاك صافي هنايا حاطين داك التخربيقات ديال السبور ديال رفع الاثقال قولي شمن الاثقال ديال 2 كيلو ولا 3 كيلو هنا لقينا لي شابو بقينا كنقيسو فيهم هادي زوينه هادي ما زوينهش هادي زوينه يعني واخا اننا ما غاديش ناخذوهم ولكن هكا يعني كندوزو بقيته وكنضحكو وكنشطو وقال لك اختي اللي ما شريت نزه صافي البنات هي ديك هذه هي الدخيله ديال البلاصه اللي قلت لكم اللي كانوا مجمعين فيها الناس بزاف فاش كنا حنا دايرين كانوا فيها الناس بزاف ولكن فاش دخلنا حنا هنا حاطين داك لاسين ديال الغناء جايبين واحد المغني كيغني فيها تما كاينه وكيلعب الاورغ والجيتار قلت لك زويونه دايرين فيها هاد بحال الشكل ديال نافورات صغيورين كيعطيو لي كولور زوينين هكا بور دي فوتو ولا وانا غير جلست حداهم تشوفيهم وصافي زوينه هانتوما راه كاينين الناس جالسين قلت لك كان ديك الجماعه اللي صورت لكم في الاول كانوا جالسين هنا ملي بدا داك المهرج مشاو للجهه الاخرى وحنايا بقينا هنايا ماشي بقينا دزنا هكا صورناها بالزربه وتبعناهم حيت حنا ما كناش عارفين بلي راه كاين تما كاينه صافي حتى كندازي من هاد الزنقه ويبان لينا راه كاينين الناس بزاف مجموعين وحنا نقولوا يا كانوا هنا شداهم زيدوا نتبعوا معاهم ثاني نشوفوا شنو كاين صافي وتبعناهم وانا صورت لكم في الاول كيفاش داز داكشي زويون صراحه كاينه لومبيونس كاينه يعني كتشوفي حنايا كبار وكنضحكوا مع داك الضحك وكنشاركوا خدامين ياس ناو واي يعني خدامين حتى حنايا معاه بصراحه زوينه البنات والله غير جيبوا وليداتكم وما غاديش تندموا والله